أشاد مواطنون في مدينة الأنبار ببطولات أبناء القوات المسلحة وتصديهم للإرهابيين. المواطنون أكدوا أن لعشائر الأنبار دورا محوريا ساندا للقوات الأمنية والجيش في الحرب ضد الإرهاب. الأنبار وأهلها خلها تمشي بزود. الأنبار وأهلها خلها تمشي بزود، تطوعنا وإجينا وصرنا إلها جنود. تطوعنا واجينا وصرنا الها جنود. ويا شيوخ الرمادي، يا شيوخ الرمادي اللي بالكرم ما له حدود. ها ها روحوا ما يعين. رسائلهم التي اطلقوها عبر اهازيجهم تؤكد ان القوات الامنيه هي قلبا وقالبا مع ابناء محافظه الانبار. نوعد شيوخ العشائر الشرفال بالانبار، راح نقضي على الارهاب وين ما يكون، بالفلوجة، بالرمادي، بعانة، بهيت، بصحراء الأنبار، وراح نظل نعاهد ونقاتل لحد أخير يوم موجودين هنا بالأنبار. احنا أبد ما نتعب، أبد ما نتعب، وإن شاء الله نقاتل حتى آخر قطرة بدمنا كل الوليد إن شاء الله، وعازمين حتى النصر. هن كلمتين، ننتصر أو نموت، فقط هذا الحكي. العشائر الأنبارية لعبت دورا متميزا خلال العمليات العسكرية لتطهير المحافظة من داعش والقاعدة الإرهابيين. بارك الله بكم، بارك الله بكم. أهالي الرمادي يؤكدون أن الوضع الأمني في مدينتهم يتحسن تدريجيا. مسافر خارج الرمادي واليوم رجعنا. السبب اليوم رجعنا، قال الاوضاع زينه ورجعنا. يا الله حياك الله حبيبي، هلا بك. حقيقه والوضع يستقر والله، يعمل الامان على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله ما محتاج شيء. الله يحفظك. هذا وتستمر العمليات العسكريه في مناطق الانبار وفق معلومات استخباريه لتخليص المحافظه واهالي الانبار من الزمر الارهابيه. من الرمادي غيث طلال، العراقية.